اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم في قناتي. جبت لكم اليوم فيديو جديد همزه ديال الفورير ابتداء من 35 درهم، يعني ثمن جد مناسب مقارنه مع الجوده ديال هاد الفورير او ما يسمى بكانيش. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو غنوريكم كيف كتشوفوا هذا التوب ديال الفورير في هذا اللون البلون كاسي. وكاين هاد التوب ديال الفوريور اللي صراحه تيحمق، اللون ديالو بلو غوا. الجوده ديالو رائعه مقارنه مع الثمن. هذا كيدير 50 درهم. وكاين هذا اللي حمقني كتر وكتر في الجري، كتشوفوا به موديلات ديال المونطوات او لا جيليات ديال الفوريور، كيجي واعر وراقي في اللبسه ديالو، يعني الجودة مقارنة مع الثمن راه شي حاجة اللي رخيصة بزاف. وكاين هذا اللي تهو اللون ديالو غري، كنقدروا نزوقوا به في الصالون ديالنا. كيف كتشوفوا ما كيتنتفش، يعني الشعر ديالو ثابت. وكاين هذا اللون اللي الغوز جاي الابيض، وهذا اللون ديالو اسود غامق. كيف كتشوفوا الشعر ديالو طويل شويه وكيكون هكا منور، يعني نقدروا نديروا حتى طابيات ديال بيت الناس، نديروه ملايات، نديروه نزوقوا به في الصالون، يعني كنلوحو في الجنب ديال ستاري كيجي زوين، كيعطي واحد الديكور زوين. كاين هذا اللون ديالو غوز كيف وريتكم، حتى هو زوين يجي في اللبسه. هذا سبق وريته لكم، يعني كيف كتشوفوا كاين اللي كيقول ليه كانيش. وكاين هاد الثوب اللي بحال ديال الحولي، يعني ديال الخروف، الجلد ديالو هكا مصوف كيف كتشوفوا، كيجي مونطوات. انا غادي نخلي لكم تصويره ديال موديل ديال المونطو اللي تقدروا ديروا به. وكاين هذا اللي فيغ او، اللون ديالو محفر، يعني الوان زوينه بزاف وبهجه. وكاين هذا اللي في الموطارد، اللون ديالو رائع صراحه، خديت منه كيجي سخون في هذه الوقيته، ونقدروا نديروه مونطوات جاكيطات كيجي زوين. غنخلي لكم موديل هنا في الفوق. وكاين هاد توب ديال الفورور اللي في السيال، تقدروا ديروه كيف قلت لكم طابيات ديال بيت الناس، او تلوحوهم فوق شي كرسي ديال كوفيز الماكياج. كاين كذلك هذا اللي فيه الجري وفيه كارويات كيف كتشوفوا بالجري، عفوا هو بالبلون كاسي وفيه كارويات بالجري، حتى هو زوين بزاف. وكاين هاد لا كولور مارون سامبل. هذا موطارد فاتح على اللي سبق وريتكم. وكاين هذا الفورور او ما يسمى نقدروا نقولوا ماشي فورور هذا، وانما كانيش اللي توب كيتسمى كانيش، يعني يقدروا نديروه بيجامات او لابينوار، فيه هذيك الطبيعه ديال الرجيله ديال القطة ولا غزال. وكاين هذا اللي حمقني صراحه، بيض زوين زوين بزاف. ليكم عندكم يعني اختيار شاسع وكبير بزاف ما بين النوع والالوان ديال الفورور. كيف شفتوا خليت لكم رقم ديال الهاتف ديال مول المحل، وغادي نمشيو عند مول المحل اخر ان شاء الله. كيف شفتوا انا جيت عند محل الثاني اللي هو عنده انواع ديال الفورور كيحمق، حتى هو عنده هذا اللي بحال عند السيد اللي قبل. وكاين هذا اللي بالجري والنوار والبيض زوين، فيه وريضه
يعني تقدروا تصوبوا به كوفر لي ديال الناموسيه، ديروا به خديديات سخون في هاد الوقيته. وكاين هذا غوز فيه هاد الرشيمه بالبيض، وغادي نوريكم واحد الفورور اللي خديته. هذا صراحه حمقني فيه، لوينات واعره وزوينه بزاف، فيه الباج، فيه الماغون، فيه البلون كاسي، فيه الجري، يعني كيحمق، الجوده ديالو واعره ب50 درهم، يعني ثمن مناسب مقارنه مع الجوده. وفي اماكن اخرى غادي تاخدوها بثمن غلا من هاد البلايص اللي فيها. يعني هاد السوق متواجد في حي المسيرة واحد، يعني بالدار البيضاء. انا غادي نخلي لكم الرقم ديال هاد مول المحل كذلك، تواصلوا معاه وهو غادي ينعت لكم ان شاء الله فين كاين، و يتفهم معكم. صراحة سيد طيب، كيدير اثمنة مزيانين و كيتفاهم. كاين هذا كذلك اللي هو زوين، اللي بقيت حيره ما بين ناخذ هذا ولا اللي سبق لي وريتكم، قلت لكم خديت حتى هو زوين منمر. وكاين هذا، هذا حتى هو كيف كتشوفوا الشعر ديالو طويل و فيه الشعر بزاف، واللون ديالو غزال غزال بزاف. كاين هذا جري سامبل، يعني الشعر ديالو مقصير مطويل. وهذا حتى هو فيه البيج و البلون كاسي، حتى هو صراحة غزال. كاع تويبات غزالين، كتحير صراحة ما بين شنو تختار. هاد الفورور كيف كتشوفو فيه دويورات بالبيض والقري، وفيه كذلك الكحل. يعني انا هنا حاولت نوريكم تقريبا جميع الشكيلات ديال الفورور. هذا فحال اللي خديت، ما ذكرتش لكم الثمن ديال هذاك التوب ديال اللي خليت لكم الصوره ديالو. هذاك داير فقط 35 درهم المتر، هذا كنظن حتى هو 35 درهم او 30 درهم المتر. كاين هذا اللي حتى هو رائع رائع بزاف، يجي في غرف النوم، رائع رائع بزاف. كيف كتشوفوا الجوده ديالو، هذا الشكل الفيديو ديالنا كيكون وصل النهايه ديالو. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، تقريبا حاولت نوريكم كاع انواع الفورور اللي عجبوني. وباش المزيد من المعلومات تواصلوا مع مول المحل، هو غادي نعطيكم ان شاء الله فين كاين المحل، وكذلك يقول لكم الاثمنه. ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.